الحكومة الموقرة ومن خلال وزارة الإسكان تقوم بتقديم عدة أوجه للدعم المباشر للمواطن البحريني، كما أن التنوع في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين أضفى مزيدا من المرونة أمام المواطن للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاته، وأن جميع تلك الخدمات شهدت إقبالا من قبل المواطنين. أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن المكتسبات التي تحققت في الملف الإسكاني منذ مطلع العقد الحالي على صعيد بناء وتنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتوزيع العدد الأكبر منها على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، فضلا عن طرح مبادرات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، تؤكد التوجه الحكومي لتوجيه الدعم إلى المواطن البحريني. وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف الإسكان تحديداً يقف شاهداً منذ انطلاق مسيرته مطلع ستينيات القرن الماضي على الدعم والرعاية من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، الأمر الذي أسفر عن توفير أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين بقيمة تفوق 4 مليارات دينار بحريني. وأوضح الوزير أن من بين مقومات الدعم التي توفرها وزارة الإسكان للمواطنين علاوة بدل السكن التي شرعت الوزارة في توفيرها منذ عام 2007 لمن يتجاوز طلبه الإسكاني 5 سنوات، حيث قامت الحكومة بإنفاق حوالي 419 مليون دينار كقيمة إجمالية على مدى السنوات العشرة الماضية، مفيدا في الوقت ذاته إلى أن الدعم يشمل أيضا برنامج مزايا، والذي تقدم من خلاله الوزارة دعما مباشرا في سداد الأقساط الشهرية لدى البنوك الممولة لقيمة الوحدة السكنية. وقد بلغ حجم الدعم الحكومي منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2017 حوالي 15 مليون دينار بحريني. وباستعراض بعض الإحصائيات نجد أن الوزارة قامت بتقديم 46,915 خدمة وحدات وشقق سكنية و12 ألف قسيمة سكنية، بالإضافة إلى 64,500 تمويل إسكاني يتنوع بين تمويلات الشراء والبناء والترميم. وبحسب الإحصائيات فإن الحكومة قامت بتخصيص 121 مليون دينار كمبالغ لتلك التمويلات. وقال وزير الإسكان أن السنوات الستة الماضية تحديداً شهدت حراكاً إسكانياً كبيراً أسفر عن استحقاق 15,000 أسرة بحرينية لخدماتهم الإسكانية، وهو الأمر الذي انعكس على تخفيض قوائم الانتظار. ولفت أيضاً إلى أن الحكومة وتماشياً مع الرغبة في تقديم الدعم للمواطنين إلى حين حصولهم على الخدمة الإسكانية، فقد قامت خيارات تتمثل في تقديم خدمة الشقق المؤقتة خصوصا للحالات الإنسانية والصعبة التي تتطلب حلا إسكانيا مؤقتا. وقد قامت الوزارة بتوفير 500 شقة مؤقتة لهذا الغرض. وأكد المهندس باسم الحمر أن المسيرة الإسكانية بالمملكة ستستمر وستشهد تطويرا خلال المرحلة المقبلة، استنادا إلى رؤية القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
هذا وأكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان خلال اتصال هاتفي ضمن نشرة سابقة أن وزارة الإسكان تقدم أشكالا عديدة من أوجه الدعم الحكومي للمواطنين، أهمها تحمل الجزء الأكبر من كلفة الوحدات الإسكانية وبنسبة تقدر ب 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية. حكومة البحرين قدمت الخدمات الإسكانية للمواطنين منذ مطلع الستينيات. قدمت خلالها الحكومة أكثر من 130 خدمة إسكانية، مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز. بالنسبة لحجم ما يتحمله المواطن، طبعا من المهم التأكيد أن وزارة الإسكان تقدم أشكال عديدة من أوجه الدعم الحكومي للمواطنين. طبعا منها مسألة تحمل الحكومة الجزء الأكبر من كلفة الوحدات السكنية. عشان أوضح هذه، تتحمل الحكومة نسبة قد تصل إلى 65% من القيمة الفعلية للوحدة السكنية. طبعا إذا نظرنا إلى أن المواطن طبعا لا يتحمل كلفة الأراضي أو البنية التحتية أو رسوم الخدمات كرسوم توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وعلى أقصى تقدير يقوم المواطن بسداد 35% فقط من قيمة الوحدة على مدى فترة تتراوح ما بين 25 إلى 30 عام.